والإنسان لا يبدأ يومه قبل فجره، سنة الله عز وجل في خلقه جميعا، وجعلنا النهار معاشا. وأول ما يبادر المؤمن مؤذن الفجر الذي ينادي إليها، والله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أفرده بالذكر لأن صلاة الفجر لا تجمع لا مع الظهر والعصر ولا مع المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، ثم قال جل ذكره إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمعنى تشهده الملائكة. وأنت تعلم شرع ربك، شرع الله ليس بخافل. هل يعقل أن عبدا حضر صلاة الفجر والملائكة يشهدونها ثم خرج من المسجد إلى معاشه ومؤونته وإلى عمله وآخر عهده بملائكة الرحمن؟ هل يمكن أن يكون مسير هذا وغدوه ورواحه مثل عبد عياذا بالله لم يصلي الفجر أو صلاها من غير عذر في بيته لم يرى الملائكة ولم تره الملائكة، وهو لن يرى الملائكة قطعا، لكن على الأقل من يشهد الفجر في جماعة تراه الملائكة وتشهد له عند ربه أنه شهد الفجر ويكون قريبا منها. ولا ريب أن القرب من الأخيار الصالحين من أعظم ما ينشده العبد. وفي حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل رجلا به 100، قال الملك الذي حكم بينهما، قيل له قبل ذلك اذهب إلى قرية فيها قوم صالحون. فالقرب من الأخيار، القرب من الصالحين وهم متلبسون بالخطايا لا ريب عظيم الأثر، فكيف بالملائكة الذين لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ولهذا قال الله عز وجل مثنيا على عبده وخليله وحبيبه وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى مكان طاهر لا ينبغي أن يدخله إلا الأطهار، فاجتمع فيه خير الملائكة جبريل وخير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأحوال في الدنيا، يقترب الإنسان من الأماكن الطاهرة، يقترب الإنسان من الأقوام الصالحين، وفي الحديث أولئك القوم لا يشقى بهم جليس. فكلما دنا الإنسان من مواطن الأخيار كانت بركتهم عليه نافعة بإذن الله، ولا يمكن لعاقل يعرف الشرع أن ينكر شيئا من البركة. الله جل وعلا أثبت البركة في الليالي، إن أنزلناه في ليلة مباركة. وأثبت الله عز وجل البركة في الأشخاص، وجعلني مباركا أينما كنت. وأثبت الله جل وعلا البركة في الذوات، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وقال جل وعلا عن الماء وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأسقيناكموه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطعام فقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فكيف بالمؤمن الذي يحمل القرآن ويصلي ويصوم ويعبد الله ويذكره ويخشاه ويتقيه؟ لا ريب أن القرب من هؤلاء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم.